بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان. قد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيح، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل شهراً كاملاً إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً من شهر شعبان. في رواية قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان. فقال بعض العلماء، واختار هذا القول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: إن صيام شعبان بالنسبة لرمضان كصلاة الراتبة بالنسبة للفريضة، وكلما قرب الصيام من شهر رمضان كان أفضل، حتى إنه قال: إن صيام شعبان أفضل من صيام شهر الله المحرم. والقول الثاني في سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود النفس على الصيام، فإن الإنسان إذا صام قبل رمضان تعودت النفس، فأقبل رمضان وهو نشيط على العبادة، بخلاف من لم يكن له سابقة من الصيام ودخل عليه شهر رمضان يصبح أول يوم ثقيل عليه، وربما يتحرى غروب الشمس فيتعطل عن قراءة القرآن وعن البر والإحسان في شهر رمضان. فإذا تعود قبل رمضان بالصيام سهل عليه الصيام عند دخول شهر رمضان. والقول الثالث، وهذا جاء فيه حديث عند النسائي من حديث أسامة بن زيد، قال: يا رسول الله، إني أراك تكثر الصيام من شهر شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رفع الأعمال على أربعة أنواع. هناك رفع يومي، كل يوم يرتفع فيه العمل، جاء في حديث أبي موسى في الصحيح قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. إذن هذا نوع من أنواع رفع العمل. النوع الثاني الرفع الأسبوعي، وذلك في يومي الاثنين والخميس، فإن الله عز وجل ترفع إليه الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا. وهناك نوع ثالث من أنواع رفع الأعمال، وهو الرفع السنوي، وهو الذي يحصل في شهركم هذا، شهر شعبان. وقد تقدم حديث أسامة بن زيد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال ترفع في هذا الشهر. إذن هذا هو النوع الثالث، وهو الرفع السنوي. أما النوع الرابع من أنواع رفع الأعمال فهو الرفع العمري، وذلك حينما يموت الإنسان تطوى صحائفه ويرتفع عمله إلى الله عز وجل. هناك أمور أيها الإخوة يحسن التنبيه عليها تتعلق بشهر شعبان. أولها أن من الناس من يظن أن الأموات تكثر في شهر شعبان، ويستدلون بحديث لكنه ضعيف، والصواب أن شعبان كغيره من الشهور، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات تكثر فيه، وإنما ربما بعض الناس بقرب رمضان يفقدون موتاهم فيحسون بكثرة الموتى في شهر شعبان، وإلا فإن شعبان كغيره من الشهور ليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأموات تكثر في هذا الشهر. من الأمور المتعلقة بشهر شعبان أيها الإخوة أنه قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومفاد هذا الحديث أنه عند اليوم الخامس عشر من هذا الشهر فلا يصام حتى يدخل رمضان. وهذا الحديث أعله الحفاظ من أهل العلم، ولذلك الصحيح أن شعبان لا بأس أن يصام في أوله وفي وسطه وفي آخره، إلا أنه يتقي الإنسان آخر الشهر، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا قبل رمضان
بيوم أو يومين من لم تكن له عادة من صيام الاثنين والخميس ووافق في آخر في ذلك في آخر الشهر، أو كان من باب أولى عنده قضاء فلا بأس أن يصوم. وأما أن يصوم ذلك وليس عنده شيء من ذلك لتحري رمضان فإن ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الأمور أيضاً المتعلقة بشهر شعبان أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطلع ينزل الله تعالى ليلة النصف من شعبان فيطلع على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وهذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، ولذلك لا يعتقد الإنسان في هذه الليلة فضيلة، فربما يحييها بالقيام أو يحييها بتلاوة القرآن أو غير ذلك من أوجه العبادات. الصحيح أن الحديث المروي فيها ضعيف، وبالتالي فإن الذي ثبت والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر. هذه أيها الإخوة بعض الأمور المتعلقة بشهر شعبان، أسأل الله بمنه وفضله ورحمته ولطفه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا من كل سوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.